كنت بتفرج على فيلم عربي قديم كده ابيض واسود، فكان في اعتقد في بدايه الستينات، وبعدين كان في الفيلم كان البطل والبطله راحوا يزوروا مكان، فراحوا زاروا مصنع سيارات، وابتدى يعني كانت حاجه بقى عظيمه جدا يشوفوا السيارات وهي بتتعمل او ان هي يعني بتتصنع وكده. المصنع ده كان مصنع النصر للسيارات. احنا في يوم من الايام كان عندنا صناعه عملاقه، اعتقد لو كملت كنا هنبقى في حته تانية خالص. ده اختفى، لكن النهارده بنسمع عن تكوين مجلس برئاسة مجلس الوزراء، النهارده بنسمع عن مصر هتصنع من تاني، هتصنع ايه وده هيفرق ولا لا، او فعلا هنشوف عربيه مصريه تستحق ان احنا نقتنيها وتكون بسعر مناسب وممكن تغنينا عن المستورد اللي بقالنا فيه سنين كتير. مش عارف، تعالوا نسال اكتر ونعرف اكتر من خلال سياده المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. سياده المستشار اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، نورنا. منورنا سياده المستشار، اهلا بحضرتك. وخلينا نبدا معاك كلامنا من قرار مجلس الوزراء وانشاء مجلس اعلى لصناعه السيارات. الخبر ده بيمثل ايه؟ ولو حبينا نوضح للساده المشاهدين معناها هيبقى ايه؟ الخبر ده بالنسبه لي انا شخصيا يمثل اسعد خبر سمعته في 2022. خبر ده انتظره من سنوات. اللي دايما بقول احنا لازم نشوف التجارب الناجحه نجحت ليه وعملت ايه عشان تنجح. ايوه. اول بدايه حقيقيه لصناعه حقيقيه، وصناعه حقيقيه ده انا هوضحها كمان شويه كده يعني ايه صناعه حقيقيه. هو القرار ده. المغرب لما بدت بتذليل كافه الصعوبات اللي ممكن يحصل عليها المصنع في اراضيها. حطت مميزات ما بيحصلش عليها حتى في بلده. يعني بدت طبعا بالسيارات الرينول لوجان، ودي طبعا شركه فرنسيه، ادتهم خصومات، ادتهم عروض، ادتهم ارض، ادتهم اعفاء ضريبي 25 سنه. حاجات عظيمه جدا. وحطت شرط واحد، الشرط ده ان العلامه دي ما تخرجش غير من المغرب. يعني لو فرنسا عايزه عربيات رينو لوجان فتاخدها من المغرب. وده شرط مهم قوي رغم انها شركه فرنسيه. ده انا عايز اقول لك ان اكتر ثلاث دول بتستورد من المغرب السيارات الفرنسية هي فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. كويس. فلازم نشوف التجارب الناجحة وصلت لغاية فين وأسباب نجاحها. هذا المجلس هو مجلس متخصص لاتخاذ القرار. أتمنى رقم واحد من منبركم طلب هام جدا أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع المجاملات أو عدم التخصصية في أعضاء المجلس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا عايزين ان المجلس ده يتكون من ناس من اهل التجارة والصناعة. يعني ممكن مع احترامي الشديد جدا يكون استاذ في الجامعة وهو عالم واعلى واعلم من كثيرين، هو استاذ في الجامعة ومعاه دكتوراه في الاقتصاد ودكتوراه في 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 في, 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 في هندسة الميكانيكا، لكن لا علاقة له بمجال السيارات. هو ده. هو ده ممكن يكون معاه دكتوراه في هندسه ميكانيكه السيارات. أيوة. بس ده معناه، ده مش معناه ان هو يعلم نبض قطاع السيارات محتاج ايه. ده مش معناه ان هو محتاج يعرف القطاع ده عشان يتطور وينجح ويوصل لرقم واحد زي ما كنا طول عمرنا رقم واحد، زي ما حضرتك تقدمت في بدايتك واقول لحضرتك ان احنا اول دوله عربيه صنعت عربيه مصريه رمسيس بموتور 2 سلندر سنه 60 ركبها الراحل جمال عبد الناصر في شارع رمسيس. حدث ضخم وحدث كبير جدا جدا. كويس. احنا على مدار 5 سنوات حاولت رينو تخش تصنع في مصر، ولاسباب مش هقدر اقول يعني كثير منها لم تتمكن على مدار 5 حكومات واحتضنتها يعني المغرب. يعني ال 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 الحاجة اللي خدتها المغرب دي رينو راحت المغرب، عرضت علينا على مدار 5 حكومات. 5 حكومات يعرضوا علينا واحنا ما نوافقش. دي حقيقة. ده ليه كده؟ عايز اقول، ما انا بقول لحضرتك هي يعني لاسباب عديدة. يعني مش يعني مش المغرب اللي حضرتك المغرب يعني ما يعني في العلامة التجارية دي المغرب عاملة طبعا نجاح كبير جدا، تركيا عاملة نجاح في علامة تيوتا طبعا. احنا فين؟ لا خليني اقول لك، يعني تركيا
هي بلد ليها طبيعة تختلف عننا، لكن المغرب دول والمغاربة دول أهلنا وناسنا، والمشرق العربي كله يعني تونس والمغرب والجزائر أخواتنا يعني. كنا قادرين على أننا نحقق اللي عملته ده وأكثر. عايز أقول لحضرتك على حاجة النهاردة، أديك بعض الأرقام اللي هي تفرح المغاربة وربما تزعلني كمصري أنتمي لهذا الوطن. إن المغرب النهاردة رقم واحد في العالم العربي في تصدير السيارات. مصر رقم 9. المغرب بتصدر أربعة، خد بالك من الأرقام، 4.2 مليار دولار. احنا رقم 9 ليه واحنا بنصدر أصلا؟ أقول لحضرتك 4.2 مليار دولار. مصر 3.2 مليون دولار. هنا بنقول مليار خد بالك، هنا بنقول احنا ترتيبنا رقم 9 ماشي. المغرب بتستحوذ تقريبا على 95% من تصدير السيارات. المغرب وصلت لمليون سيارة. المغرب عندها المنطقة الأطلسية فيها مجموعة مصانع يكفيني أقول لك إن هي بتصنع محرك. يكفيني أقول لك إنها بتصدر أكتر من 200,000 محرك لأسبانيا فقط سنويا. يكفيني أقول لك إن المغرب النهاردة وصلت لإنتاج مليون سيارة في السنة. ومش المهم المليون كمان بقى، الكلمة اللي قلتها في بداية الحلقة اللي هي صناعة حقيقية. طالما وصلت انك انت تصنع محرك فانت وصلت لاكتر من 60%. طبعا احنا النهارده بنقول ان احنا بنصنع 40، احنا عندنا تقريبا 19 مصنع، كانوا هبوا 20 بمصنع شركه النصر للسيارات والتوقيع مع دونجي فينج، ولكن هم رجعوا تاني 19 مصنع. كانوا 18، كان مصنع مرسيدس 19. عايز اقول لحضرتك ان احنا بنجمع والنسبه المكون 40% على ارض الواقع، وبالنسب الحقيقيه هو لا يتجاوز 18-19%. وانا كنت انت بتجمع مع 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 الموتور لازم كده كده بتجيبه زي ما هو، حتى ما يمكن ما فيهوش اي تعديلات. وصلت الموتور او جير بوكس فانت رحت حته تانية طبعا، ان وصلت الاثنين دول. عايز اقول لك ان المغرب كمان النهارده موقعه من سنتين مع بي واي دي الطاقة النظيفة والسيارات الكهربية ولا آخره. كل الكلام ده بقوله ليه؟ بقوله لأن المجلس ده عنده مهمة صعبة. المجلس ده لازم يتم تكوينه من متخصصين، لازم يتم تكوينه يعني يكون في جزء تجارة وصناعة، لأن طبعا مهم جدا ما يتم إنتاجه ده يتم تسويقه بفكر بقى نخرج برا الصندوق. يعني مثلا سنة 2019 لما المغرب صنعت 383,000 سيارة كان 20,000 سيارة بس للاستخدام المحلي والباقي تصدير. فاحنا عايزين برضو نفكر بنفس الفكر، عايزين صناعة ضخمة، صناعة عشان ضخمة عشان نوصل لكده. ايه اللي مطلوب؟ يعني احنا دلوقتي بصدد قرار بتأسيس المجلس، لكن احنا خلينا نقف على ارض الواقع، الواقع الفعلي. تم تشكيل المجلس وبالطريقة اللي حضرتك بتقولها، وان يكون كله من الناس المتخصصين واللي ده مجالهم يقدروا انهم يفيدوا. من وجهة نظرك ايه اول قرار او خطوة المفروض المجلس ياخدها عشان نحط رجلينا على اول الطريق للتصدير، التصنيع وتصدير؟ شوفي رقم واحد طبعا تكوين المجلس وتوكي طريقة تكوين الهيئه بتاعته، ده دي جزئيه مهمه جدا. رقم اتنين، وده يعني دايما اقول ايه، ناقوس خطر. دايما بقول حاجات قبل ما تحصل بثلاث اربع شهور بخمس شهور بسنه اقول يا جماعه خدوا بالكم احنا عايزين ده يعني من زمان، يعني حتى من قبل ما الناس النهارده توصل للمشكله دي. يعني طلعت شهر 4 لو تذكروا معاكم قلت لكم خدوا بالكم ان خلال شهرين ثلاثه مشكله المايكروشيبس فاكر هيحصل كذا 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 كذا. انا بقول دلوقتي ايه، يا ريت اعلى مستوى واعلى جهه في التفاوض في الدوله نتنبه لنقطه مهمه جدا. نتنبه ان احنا عايزين نلحق العلامات التجاريه اللي فاضله، لان النهارده مثلا المغرب خدت رينو وفي بيجو ستروين وفي بي واي دي، فالعلامات التجاريه ما هيش كتيره قوي عشان احنا ايه عبال ما نروح ونتفاوض ونعمل تكون ايه، تكون شركات تانية دول تانية تعاقدت وتعاقدت وتعاقدت. فالمعني بالتفاوض او المعني بهذا الملف اعتقد انه ربما يكون وزير قطاع الاعمال بمعاينه مع السيد الدكتور نيفين جامع وزيرة التجاره والصناعه، ربما ده محتاجين يتحركوا في الملف ده بأقصى سرعة. يعني أعتقد أن فولكس فاجن عندها أمال وطموح، ذات الـ 12 علامة التجارية عندها أمال وطموح أن هي
تكون متواجده في دوله ضخمه بحجم جمهوريه مصر العربيه. طبعا يعني احنا بنستخدم كتير من علاماتهم. طب انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي يعني ماركه كبيره زي اللي حضرتك قلتها جت على ارض مصر هنا وهتبتدي تصنع، هل ده يقلل، هل ده لو عملنا وفره في السوق هل ده يقلل من السعر في حاجه، هل ده يفيد في التصدير، يعني نعمل ايه، هيحصل ايه؟ مهم جدا. اشكرك. بل هزود لك عليه حته كمان ربما تعجبك قوي. احنا دلوقتي عندنا مشكله كلنا عارفين فيها وكلنا لازم نتكاتف فيها، احنا عندنا مشكله في التدبير، لان في تضخم في مستوى العالم والفدرالي الامريكي اتحرك مرتين وده بيأثر على اقتصادات كل الدول. اكيد متفق معايا طبعا. هل لو احنا كنا مشينا بنفس الكيفيه اللي مشيت بها المغرب ووصلنا ان احنا نصدر 1,000,000 عربيه في السنه كان هيبقى عندنا مشكله في الحصول على العمله الصعبه والدولار؟ لا، ده الدولار، ده العربيه زي ما بتاخد مننا دولار قد كده في تدبيرها بتجيب دولار قد كده وانت بتصدرها. مش بس كده، ما كنتش هطلع عمله لبره عشان اجيب ماركات مختلفه زي الغاز دي. انا الغاز كنت بطلع عمله عشان اجيبه، النهارده انا بصدره بتاعي ووفرت المليار ولا ال2 مليار اللي كنت بجيبه بتاعي. فعايز اقول لحضرتك فما بالك انت بتصنع العربيه دي في بلدك. ايوه انت بتصنعها طبعا، يعني عايز اقول ان ايه، هناك مئات الامثله. يعني اعتقد ان الترز اللي بيفصل بدله بتكون ارخص ما بيروح يشتريها، اعتقد ان النجار اللي بيفصل غرفه نوم بتكون ارخص ما بيشتريها، اعتقد مئات الالاف من الامثله. فتخيل احنا لما نصنع عربيه مصريه هنا 1,000,000% هي اوفر وارخص من احنا نشتريها. ولكن يجب علينا ان احنا نختار شركات تكون متعاونه، عشان الشركه دي بتيجي معاها حاجه مهمه جدا، بتيجي معاها النو هاو الابحاث اللي وصلت ليها عشان نبدا من حيث انتهى الاخرين. ازاي اقدر اصنعها؟ مهم جدا دلوقتي. ليه؟ العالم كله بيغير جلده، العالم كله بيتوجه للجرين بورد، للطاقه النظيفه. اعتقد فخامه الرئيس يعني السنه اللي فاتت يعني عمل فوكس غير عادي على ملفين، ملف الاحلال بالغاز الطبيعي وملف الجرين بورد. حتى المبادره كان اسمها جو جرين اللي هي الطاقه النظيفه والانبعاثات الكربونيه اللي بنشوفها وفعلا المستقبل جاي وبنتكلم بعد كده على ان هي تمشي بالهيدروجين الاخضر. ايه اللي واقف قدامنا ناخد الخطوات دي؟ احنا عندنا دلوقتي قياده سياسيه زي ما حضرتك بتعمل فوكس جداً, جدا جدا، وعندنا شركات على مدار حكومات زي ما حضرتك ذكرت ولا داعي لذكر الاسباب، تمام مع حضرتك جدا، حابة انها كانت هي تيجي وشايفة حجم مصر وعندها رؤية البلد يطلع منها ايه او ممكن تعمل ايه. لكن ايه، احط دايرة كده على ايه اللي معطاني المفروض ان انا ابتدي، اللي يسمح ان انا اقول. عجبتني كلمة عندها رؤية دي. وعايز اوضح لك حاجة، مرسيدس لما كانت عندنا قبل كده وخرجت لاسباب معوقات عيب انها تخرج من مصر فيها وكان يجب تسليل هذه الصعوبات، لما رجعت تاني كان قدامها التجربه المغربيه وكانت تقدر تروح للمغرب وهي تجربه ناجحه، هي برضو رجعت مصر. ليه بقى؟ لانها رؤيه زي ما حضرتك تفضلتي، رؤيه شايفه مصر بلد مختلفه، مصر تملك الرياده. مصر رقم واحد في العالم العربي طول عمرها، على مدار التاريخ هتبقى كده وهتفضل كده. هو ربنا حمل بلد دي وخيرها طبعا، وهي في قلب العالم، لما تشوفها في الخريطة هي في قلب العالم. إذن وفي قلوبنا طبعا. إذن الناس عايزة يعني العلامات الكبيرة دي عايزة تسهيلات، أو يعني هو ده هو أو ده. يعني تذليل عقبات إنجاز التعبير. طب هل إحنا صعب علينا أن إحنا نعمل ده؟ إحنا يعني أعتقد أن إحنا خرجنا شوية من حتة البيروقراطية اللي كنا فيها، يعني بنشوف برضو قرارات سريعة، يعني أنا بشوف أن إحنا نقدر. يعني اكتر قرارات انا شفتها كانت في برضو 2022، لانه سنه صعبه جدا، واحيانا يكون القرار هدفه نبيل ولكن لما تكون نتائجه مش محسوبه ربما يدي نتيجه عكسيه. تمام، زي ايه؟ يعني مثلا من القرارات اللي اهدافها نبيله جدا قرار 9 اللي اتخذته الدكتور نيفين جامع، اللي هو انا استرد، ما كانش منع استيراد، منع استيراد الغرض الهجين. لا ده قرار قبل منه. ولكن قرار 9 ده اتخذته الدكتوره، اتخذته معالي الوزيره، كان الغرض منها حمايه المستهلك. يعني ما تجيش ماركه من بره ما يكونش ليها وكيل ومش عامل مراكز خدمه وما يجيبلهاش قطع غيار، وده فعلا من حق المستهلك. هو غرضه نبيل، وهي ست يعني فعلا شخصيه انا اجتمعت بيها مرتين، وشخصيه فعلا محترمه جدا ودؤوبه على عملها. تمام. الغرض من هذا القرار نبيل، ولكن
اعتقد يعني لم يدرس القرار بصورة كاملة، يعني ان هو ليه ابعاد اخرى، ان القرار ده بيأثر على الاستيراد الموازي جدا. احنا عندنا تقريبا 60 شركة سيارات هي دي اللي بتعمل توازن في السوق. يعني الوكيل لما لوحده مثلا يجيب عربية ويحدد سعرها 500,000 ممكن يرفعها ل 600,000. الحاجة الوحيدة اللي تخلي الوكيل ما يرفعهاش ل 600,000 ان في مستورد جاب نفس العربية بيبيعها ب 450. بس ابتدينا نشوف ماركات غريبة اصلا بنسمعش عنها، والوكلاء برضو ما حدش كان يسمع عنهم قبل كده. شوف كنت ارفع القبعة لهذا القرار لو كان بيحدد هذه المعوقات الاستيرادية للماركات اللي ملهاش وكيل في مصر او ملهاش مراكز خطبة في مصر. كان يبقى قرار عظيم بالنسبة لي يعني. كويس. هو القرار معمم. يعني على سبيل المثال نقول مثلا ايه توكيل كيا من التوكيلات الكبيرة ضخمة في مصر جدا، فهو لي وكيل حصري في مصر ولي هو اللي موفر قطع غيار وموفر مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية. فلما يجي مستورد النهاردة يجيب عربات كيا يشترط عليه القرار انه يوفر مراكز خدمة، ما اوريدي هو في مراكز خدمة. والوكيل بيحصل على صلاحيات ضخمة جدا مقابل ده. لما اقول للمستورد انت لو مثلا هتجيب عربيات ب 100 مليون جنيه تجيب معاها 15% قطع غيار اصلية، دي يعني هو ما استفاد، هو ما كسبش 2-3% من هذه الصفقة عشان يجيب 15% قطع غيار. فانا بقول له ما استوردش، كلام برضو صعب. او توفر لي في مركز خدمة يكون فيه 15%. هو ايه المراكز الخدمة اللي فيها 15% غير مراكز الخدمة بتاعت الوكالة؟ قرار غرضه نبيل. من برضو من منطلق هذا القرار انا حاولت يعني قدمت مذكرة مع الوزيرة ولم اوفق في مقابلتها. انا بتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لشهبندر التجار والاب الروحي لتجار سيارات مصر المهندس ابراهيم العربي، راجل الخلوق المحترم الدؤوب على عمله. ولما توجهنا ليه وطلبنا مساعدته، واحنا دايما لما بنتزنق يعني بنحاول ان احنا في حدود امكانياتنا المتواضعه ان احنا نوصل، لما الموضوع خلاص بيقفل مننا فبنلجا للمهندس ابراهيم العربي. وهو يعني حركه يعني بيتحرك بصوره اوسع واكبر بكتير جدا بحكم هو رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، وهو قلب الصناعه وقلب التجاره. يعني المهندس ابراهيم العربي هو قلب التجاره وقلب الصناعه. توجهنا إليه وهو سعادته قدم طلب لمعالي الوزيرة، وأنا أتوقع يعني لم يتم تحديد ميعاد، ولكن أنا أتوقع متأكد أن هي إن شاء الله يعني في إعادة نظر في القرار، هتنظر في القرار مرة أخرى بتدخل المهندس إبراهيم، وإن شاء الله قرار يعاد النظر فيه، لأن فعلا الوقت غير مناسب لهذا القرار، لأنه هو تسبب حاجة تاني إن المستوردين بطلت تجيب عربيات، فبالتالي عدد العربيات قل، ولما عدد العربيات يقل ده بيسبب إن السعر يزيد، واللي هيعاني فعلا رقم واحد هو المستهلك، رقم اتنين تجار السيارات أو المستوردين اللي مش هيقدروا يستمروا في هذا المناخ. تمام ست مستشار، الوقت بيجري مع حضرتك بسرعة كالعادة، ولازم أسأل السؤال اللي الناس مستنياه. يعني ايه عربية بتمشي بأربع عجلات فيها طاسات حتى ما فيهاش جنوط بتوصل ل 500,000 جنيه، وأرقام غريبة بنسمع عن عربيات كانت ب 300 و 400 بقت بمليون جنيه، ومش ببالغ على فكرة، وحضرتك عارف أكتر مني. فالدنيا رايحة لفين؟ شوف مش عايز أكرر الكلام اللي بنقوله، ولكن أنت تعلم أن العالم كله بيمر بأربع أزمات طبعا قهرية، يعني الصناعة والمايكروشيبس والكورونا والكورونا والمايكروشيبس والحرب الدائرة والفدرالي الأمريكي، ده بالإضافة لبعض القرارات الداخلية. مفهوم. النهاردة تذكرة الطيران من شهر بسعر، والنهاردة بسعر طبعًا، وفي موسم الحج بسعر طبعًا. عدم وقلة قولا واحدا قلة المعروض من السيارات هو السبب الحقيقي في هذا الأمر. بناء عليه لو احنا زلنا الصعوبات وأوجدنا بعض السيارات، أعتقد أن المشكلة دي اوريدي حتى مش هقول لك هتروح 100%، ولكن هتقل قوي. أنا ليا طلب أو طلبين يحلوا الموضوع. يعني احنا لو سمحنا بسنة واحدة استيراد مستعمل، بسنة واحدة زيرو برضو، بس موديل 21 دي موجودة في دول كتيرة جدا وبأسعار قليلة جدا، هتبقى في وفرة. لو سمحنا بالمستعمل سنتين بس هيبقى في وفرة. لو سمحنا بالسيارات الكهربائية المستعملة سنة أو سنتين أو ثلاثة، هننشر ثقافة السيارات الكهربائية كما أوصف فخامة الرئيس في عدة منابر، فبناء عليه برضو ده لصالح المستهلك. نشوف ايه المعوقات اللي ممكن تتسبب في قلة المعروض. لو ظبط المعروض اوتوماتيك
هيظبط السعر. زياده المعروض دي تاخد لها وقت قد ايه من وجهه نظر حضرتك كمتخصص؟ يعني والله يا فندم لو قرارات يعني يعني احنا النهارده مش قصدي في مصر، حضرتك اتكلمت في 3 سنين تقريبا يعني في رينج كده يعني. لا لا ده بتكلم على زياده المعروض. زياده يعني المعروض زياده المعروض بتذليل المعوقات. يعني النهارده مثلا لو واحد النهارده عايز يستورد عربيات، احد الوكلاء مثلا وعايز يستورد عربيات، ان لم ان ما توافقلوش على اعتماد مستندي هيجيب عربيات ازاي؟ ايوه هجيبها ازاي؟ رقم اتنين، ان ما تأجلش بعض القرارات اللي بتسبب صعوبة دخول العربيات. يعني احنا لما كنا عندنا مثلا 18 ألف عربية كانوا مركونين في المواني وما فيش فردة كاوتش بره بسبب قرار تسعة وزارة الصناعة بقرار خرجته بسبب قرار تسعة. برضو انا برضو بقول ان هدفها من هذا القرار نبيل جدا وسيدة تحترم، ولكن لما تنبهت لهذا الامر طلعت 18 ألف عربية حلوا مشكلة. في عندنا بعض العربيات كانت واقفة، برضو متسوبيشي كان في عربيات واقفة، في برضو مرسيدس اعتقد ان كان في عربيات واقفة. كويس، تذليل الصعوبات لصالح رقم واحد المستهلك اللي كلنا بنقوله دافعيننا اليمين والتاجر في عينينا الشمال. حضرتك تقدر تقدم ايه نصيحة النهاردة بقى للمستهلك؟ احنا اتكلمنا على المجلس وايه الحاجة بترجوه منه بشكل عام، القرارات للوزارة اللي ممكن تعاد دراستها مرة تانية عشان نتائجها تكون محسوبة اكتر، لكن لو للمستهلك حاجة تنصحه؟ شري السيارة للضرورة. لو معك عربية مشياك خليها مشياك حتى شوية كده لغاية ما تفكرش تغير دلوقتي او تبيع دلوقتي. لو انت امكانياتك ما تقدرش ان هي تتناسب مع الوضع الحالي فممكن تاخد عربية كسر زيرو. ان ما قدرتش في كسر زيرو ففي كسر الزيرو عشان ما نعملش ضغط جديد على الوضع الحالي، لان الوضع الحالي صعب بره مصر. المطلعين على التقارير اللي بتحصل بره، التضخم عالمي، الازمات عالمية مش في مصر بقى. انا بزعل قوي لما اقول هو الاسعار غالية في مصر، بحزن ليه؟ حرام ان احنا لا نشبه التجار بهذه الامور، ولا نتهم اي حد او المسؤولين بان هو فعلا، بالعكس الناس كلها شايفه شغلها. الوقت صعب، الازمه عالميه، الوقت صعب، الازمه عالميه، لازم الناس تستوعب ده. ساعدونا وساعدوا نفسكم. اكيد ان شاء الله. يعني سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، بشكرك شكرا جزيلا. سياده المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، وصباح الفل على حضرتك. استنونا بعد الفاصل، مجهزين ورق وقلم والأسئلة. التمويل العقاري، عايز اشتري شقة اعمل ايه؟ بعد الفاصل.